التوالي كارتون فير تكون للمدرب جلال القادري. انفيتي سبيسيال، انفيتي سبيسيال حضر معنا جلال القادري اللي كان الاسبوع اللي فارت معنا مدرب النادي الافريقي الاسعد الدريدي، ودائما مع الكفاءات التونسيه. برافو، نتمناهم كل الخير. مرحبا كوتش. بارك الله فيك. مرحبا بك ومرحبا بكل الضيوف اللي معاك، ونشكركم على الاستضافه هذه وعلى الشهاده اللي نعتز بها. مرحبا بك كوتش منور على ديوان اف ام. معنا طارق سالم في الاستوديو وايضا زميل فوزي الخماسي. اليوم الملعب التونسي، ملعب التونسي بقلاوه جلال القادري، ماهيش هي بقلاوه منتصر الوحيشي، ماهيش نفس المكونات، ماهيش نفس الحلاوه. يظن لي تبارك الله نتائج ايجابيه ممتازه مع المدرب جلال القادري. شنو هو اللي اضاف جلال القادري مع اشرافه على ملعب التونسي؟ الحمد لله قبل كل شيء يمكن على مستوى النتائج صحيح، لكن ديما ناكد منتصر الوحيشي والاطار الفني اللي معاه قاموا بعمل كبير. وقت اللي جيت للملعب التونسي لقيت فريق محترم، فريق عنده امكانيات وظاهر خدم خدمه كبيره. ممكن زاد الديبيو نتاع الشامبيونان ما كانوش موفقين، ما كانش ريوسيت على مستوى النتائج، كانت يمكن زاد الكالندري لعبوا ضد النادي الافريقي. شوفوا في الليتا نتاع النادي الافريقي اليوم، الاتحاد المنسيري تعادل ضد الشاب، بدايه صعيبه شويه خلات الاطار الاداري يهم في تغيير المدرب. ولو انا بيدي مع تكيم المدربين تونس كل نحب اكثر استقرار. كنت تسمع في طارق توا يحكي سيبري معهوش ديما الحل تغيير المدرب. بون صار التغيير هذيك امور اداريه. جلال القادري ما تم حتى شيء، خممنا باش نخدموا، حاولت اكثر ما يمكن، معناتها حسيت اللاعبيه ممسوسين. نعرفوا اللي تم بريسيون كبيره في الملعب التونسي، فريق اللي عنده الجماهير نتاعو بقدر ما تحبه قادره باش تحط ضغط في بعض الاحيان مع لاعبين شبان لاعبين صغار، تغير ليفيكتيف بدرجه كبيره. سي تو تافي نورمال فاسيلمون باش يطيحوا في البريسيون. حاولت نقرب لهم اكثر، اعطيت ثقه اكثر للملاعبيه. يمكن نوعيه الديسكور والخطاب مع الملاعبيه الكوميونيكاسيون مشات في صنف الباهي. حاولت ناكد اكثر ما يمكن على لوبجيكتيف سبورتيف، كونه دي جوار بوتنسيال بكل صراحه باهي في الملعب التونسي. ما عندناش دي جوار فريمون دو كاليبر كبير، لكن عندنا مجموعه متوازنه دي جون جوار ماجوريتي فيهم يعرفوا سياسة سي جلال بن عيسى في الموسم الفارط واللي قبله. حاولين تدب أكثر ما يمكن من ملعبية، عاملين فورماسيون البرة توازن اللي عايشين البرة، كما تقريبا 8 أو 9 ملعبية عندهم إمكانيات فنية كبيرة. الأدابتاسيون تاعهم يمكن كانت صعيبة شوية، حسنا في الكوميونيكاسيون، خدمنا على رواحنا، لقيت تجاوب من الملعبية كونه على المستوى خاصة التكتيكي. وقت اللي خدمت لقيت تجاوب كبير، ثم ثقة في التعامل نتاعنا. الحمد لله كيف تجي النتيجه الاولى والثانيه تبع في توتا في نورمال الديسكور باش يولي يوصل اسرع. ثم ثقه تبنى مع ما بين لونترينور والملاعبيه. الاداره اجتهدت باش تكون في مستوى على مستوى الحوافز الماديه شجعت الملاعبيه. دونك كنا موفقين، وبكل صراحه معناتها كيف ما حكيت لك على مستوى العمل قمنا بعده اشياء من الجوانب التكتيكيه. حاولنا باش نخلو الفريق يخرج اكثر ما يمكن من عنده ان فوتبول بليزون، يحاول يلعبوا من غير ضغوطات كبيره. اليوم كره القدم العصريه تعتمد برشا على السرعه، على الذكاء نتاع الملاعب. ما عادش نحبك الملاعب اللي يبقى متلقي وكهو، ولينا ملاعبيه نحاولوا باش نشاركوهم نعطوهم اكثر ثقه، يحاولوا يدخلوا دون دي سيتواسيون بروبليم، هما بيدهم يحلوا المشاكل اللي تعترضنا في اثناء المباريات. وهذا يمكن الشيء اللي احنا ما زلنا ماناش فايقين به، ديما نحاولوا املاءات على الملاعبيه. صحيح لونترينور لازم يعطي عده حلول، هو اللي يكون سباق في هذه الحلول، لكن زاد الملاعبيه اليوم لازمهم يكون عندهم اقل درجه معناتها مقبوله من الثقافه الكرويه، من الخبره اللي تخليهم يحلوا المشاكل في وسط اثناء المباراه. واضح به في ديما في اطار التفاعل. طارق تفضل. سي جلال مرحبا بك. مرحبا طارق، ربي. شوف انا تفرجت على الملعب التونسي في بدايه الموسم، خاصه مقابله النادي الافريقي وفي المقابلات هذه. من الجانب التكتيكي فما حوايج تبدلت سوكي سور، معناها حسب رايي معناتها نعرف انا وشفت نحب معناتها المستمعين يحبوا يعرفوا اول حاجه يبدا بها المدرب في بناء الفريق نتاعو. حسب رايي هذا هو اللي يتغير يمكن في الملعب التونسي. شنو اول حاجه من الجانب التكتيكي بديت بها؟ والله اكثر حاجه ركزت فيها كونه اليوم كيف نعملوا احصائيه بسيطه، انا حكيت مع الملاعبيه باللغه هذه خاطر هذا اللي موجود، كونه 64% من لي بوت انكيسي في لي شامبيونات كل، كي تعمل ستاتيستيك 64% من البطولات اللي صايره كل
على الاقل البطولات الكبرى اللي نتبعوا فيها على المستوى الاوروبي 64% من الاهداف تصير في السبع عشر ثواني بعد ما تخسر الكره دون لي ترانزيسيون، تقبل بونتوات وقت اللي تخسر الكره وتمركي بونتوات وقت اللي انت تربح الكره تفك الكره معناتها الترانزيسيون رابيد فير لوفونسيف العكس بالعكس هذا ترانزيسيون ديفونسيف. هذوما الحاجات اللي حاولت نصلحهم بدرجه كبيره خدمنا عليهم برشا في ليزونترينمون الملعبيه فهموا. اليوم كنشوفوا 8 اهداف على الاقل سجلوهم الفريق معايا هو تقريب 5 اهداف من 7 ل 15 ثانيه بعد ما فوق الكره فوق الكره نتعداو انتقال سريع على الهجمه السريعه عندنا الملعبيه معناتها اللي خلوك تلعب بالطريقه هذه ولينا طلعنا في الكتله نتاعنا في البلوك كله نتفك الكره في زون متقدمه شويه الا وليزي سباس تلقاها وتلقى ليزانترفال في الديفونس الدارس. دونك فهمنا الشيء هذا خدمنا عليه كنا موفقين خدمنا برشا على بالاريديكو سواء ديفونسيف ولا اوفونسيف. اليوم زاد كثير في الكره الثالثه عندها قيمه كبيره الى حد الان سجلنا 3 اهداف على الكره الثالثه شيء اللي ما كانش موجود. دونك هذوما الحاجات اللي ايميدياتمون ركزت عليهم مع النوسيون تاع البلوك ايكيب. اليوم يظهر لي في الكره اذا كان ايكيب لين يكونوا بعاد تعطي ليزانترفال كما امس في الماتش نتاع الترجي يمكن بون كل واحد كيفاش تفرج في الماتش وناس لامت شويه على الملعب التونسي اللي لعب بطريقه دفاعيه بون انا ما نوافقهمش برشا على خاطر رؤيتي الترجي التونسي قادر في الفتره الحاليه البالي اللي تعدى له الكاليتي دي جوار اللي عنده نوعيه الكاليتي تكنيك يسون كابابل دامبوزي الريتم نتاعهم وستيل دو جو نتاعهم على اي فريق. احنا قررنا وخممنا باش نلعبوا ان بلوك مويان ونحاولوا باش نمشيوا للترجي التونسي لكن في بعض الاحيان الترجي التونسي هو اللي يفرض عليك باش توخر كيف تلعب مع ملاعبيه اللي عندهم كاليتي تكنيك ويسون معناتها كابابل دو ديبلوكي نامبورت كيل سيتياسيون كو سوا انديفيديوالمون ولا كوليكتيفمون ما يلزمكش تخلي له المساحات ما يلزمكش تعطيه يلعب على ليزاتو نتاعو. هذا اللي نجحنا وقفنا الحاجات الايجابيه خاصه في الجو اونتر لي ليني في الجو معناتها هاك الترانزيسيون زاد تاع الترجي عندهم كاليتي مع البدري مع الهوني مع الوليد رايد الفادع قادرين باش يحطوا الفارق على الاطراف كنا مركزين. اللي عمل الفارق حسب اعتقادي انا هو الجانب الذهني ما حاولنا ما نغلطوش اكثر ما يمكن لعبنا على نقاط قوتنا كما حكيت لك شفنا في الدقيقة 90 بقينا مركزين وجونا يمكن دوز اوكازيون كانت ممكن النتيجة تتبدل لو كانت أكثر ريوسيت في العشرة والعشرين متر الأخرانية. هذا اللي حسب اعتقادي اللي خلانا قدمنا مباراة محترمة جدا ضد فريق ممتاز تبقينا الملعب التونسي دون لونسومبل. هذا من ناحية تكتيكية الإجابة للطارق شنو اللي يغير فيه. كوتش ممكن مش نبعد عليك شوية حتى لموضوع الكورة اليوم نحكيه كما قال طارق منذ قليل الإقالات متاع المدربين في رابطة محترفة أولى اليوم في 8 جولات حتى في رابطة محترفة ثانية برك الله ركور معناها في الإقالات تاع المدربين. باركونتر اليوم فما تعويل وثيقة نقولوا مع الكفاءات التونسية اليوم شوف معين الشعباني في الترجي لسعد الدريدي موجود في النادي الإفريقي جلال القادري في ملعب التونسي برشا مدربين يعني يقولوا احنا منحب لو اني منحبذش كلبة شبان لكن فما مدربين ولاو اليوم توانسة والتعويل على المدرسة التونسية في التدريب. هذه ظاهرة صحية مانيش باش نضيف حتى حاجة اذا كان نقول راهو الكفاءات التونسية وين مشات معناتها خلات البسمة نتاعها عندنا جينيراسيون اللي سوا اللي تعدات ولا الجينيراسيون اللي موجودة توا واكيد ثم دوتر جينيراسيون اللي قاعدين يخدموا ان شاء الله باش ياخذوا فرصتهم. المدرب التونسي معروف معناتها بالانتيليجنس نتاعو قادر باش سرعه التاقلم لكن ديما انا ضد فكره التونسي ولا الاجنبي احنا نكونوا واقعيين. هل اليوم السؤال اللي يطرح نفسه المدربين الاجانب اللي دخلوا البطوله التونسيه هل عطوا اضافه؟ انا نستثني حسب اعتقادي على الاقل اذا كان انا كيفاش نشوف الامور في ال 10 20 سنه التالي يمكن نتذكر روجي لومير اللي عمل ديفيرونس لا ولا باسيو كو سوا مع ليكيب ناسيونال كو سوا باساج نتاعو مع نجم الرياضي الساحلي كان ممتاز جدا حسينا اللي مدرب عطى اضافه والا سيرتان مومون العام نتاع الشامبيون عبد الحق بن شيخ عمل العام ولا عامين مع النادي الافريقي حسينا نقله نوعيه ابار هذوما شكون المدربين اللي دخلوا للبطوله التونسيه واعطونا اضافه حب هذا كان يجي مدرب على مستوى عالي باش احنا بدنا نتعلموا منه لكن الجانب المادي والعائق المادي والأزمة المادية اللي تعيش فيها البطولة التونسية ما تخليناش نعملوا تعاقدات على مستوى عالي مدربين على مستوى عالي اللي نجموا نستفادوا منهم. دونك نتصور اللي هي كانت كريز مادية بدرجة أولى خلات التوجه يصير أنا نتمنى كونه وسائل الجمعيات التوجه للمدربين التوانسة عن قناعة أكثر منه لأنه ثم مشاكل مادية. فوز تفضل. مرحبا بك سي جلال.
مرحبا بك فوزي، ربي يفضلك خويا. كنت من الاسماء المطروحه يعني تدريب النادي الرياضي الصفاقسي، يمكن كل شيء بالكتبه يعني، انت تو مدرب ملعب التونسي، رايك في المدرب فتح جبال وزيد البشري والاداء بتاع النادي الرياضي الصفاقسي؟ فيها كل شيء، نشكر إدارة نادي الصفاقسي فترة ما خمت في جلال قادري، ونادي الصفاقسي يبقى فريق كبير، وأي مدرب يحصل له شرف باش يخدم معاه، كيما حكيت أنت هذه أمور مكتوب. اليوم خونا وصديقنا فتحي جبال يمكن للأسف الجمهور التونسي ولا الشارع الرياضي التونسي ما بداش يتبع في البطولة السعودية إلا في الموسم ولا الاثنين الأخرانيين. الناس اللي ما تعرفش فتحي جبال، واحد أنا نسميه دائما نحكي معاه فتحي وحكيته في عديد المناسبات، معجزة رياضية بأتم معنى الكلمة. نعرف الإمكانيات المادية المرصودة في الفرق الكبرى في الدوري السعودي، معناتها شيء من وراء العقل. فتحي جبال بفريق الفتح اللي جاي من الدرجة الثانية، فريق متوسط جدا يعني كإمكانيات مادية كإمكانيات حتى بشرية، يوصل باش يحقق لقب الدوري وينافس على الدوري في عدة نقلة نوعية يسموه فيه الفريق النموذجي فريق الفتح. تلمع معناتها قيمة العمل اللي قام به فتحي، ماهوش سهل في البطولة السعودية كونك تبقى 7 و8 مواسم على رأس نفس الفريق بالشاخ والثقة هذيك الكل. يظهر لي أفضل اختيار عمله نادي الرياضي الصفاقسي بالكتاب السيد فتحي جبال، مدرب على مستوى عالي جدا، متكون صناع روحه. فتحي ماهوش من ليزونترنور اللي خدا ديك دو في الكاريير تاعو، لا خدم على روحه، لا ولا باسي، خلى معناتها سمعة ممتازة جدا على المستوى الإنساني والمستوى الأخلاقي، مستوى راقي جدا. بكل صراحه نتمنى له كل التوفيق، انسان يستحق الخير، يستحق باش كلش نخفوا معه، خاطر ما شاء الله فتحي تاريخه وكاريره كبيره برشا. لكن ان شاء الله جمهور النادي الرياضي الصفاقسي يصبر على فتحي جبال، انا متاكد اللي باش يقوم بعمل كبير، وفتحي عنده من الكفاءه ومن الخبره يمل له سافوار فار باش ينجم يحط النادي الرياضي الصفاقسي ان شاء الله على السكه الصحيحه. ممتاز، واضح، يعطيك الصحه كوتش، شكرا.